خلف واجهات المدن ومدن الواجهة تقع مناطق ذل ألقي عليها غطاء من النسيان، واستوطنتها مظاهر الحرمان، وأخطأتها سكة قطار التنمية. من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، أنين لا يسمع، جراح لا ترى، وحكايات لا تروى، مناظر تعمين عن الالتفات إليها مدة طويلة، ولا زال المواطنون يعيشون تفاصيلها القاسية بشكل مزمن، لكن إلى متى؟ نطالب أولا وقبل كل شيء بزيارة ميدانية تفقدية تفتيشية للوالي بولاية سطيف. احنا رانا محرومين الغاز، راه ما عندناش، رانا في مشكل تاع الغاز هذا اليوم. عليه الناس كاين واحد يشتي ب 500 ألف، واحد يشتي ب 6 مليون، ب7 مازوط. القرعة تاع الغاز نروحوا للفيلاج، حتى نطلعوا لها الفيلاج، ولا نجي ولا يجيبها لنا ب 25 ألف. راك تشوفي حالتنا، نعانوا، نصبح مبكرين في جليدة، نعمروا في القرعي جديد، ما تفوت عينك الصبحه كان يا المرض وحنا مره لا مره نقعد في السمانه ونحنا نعاند في التمويل. لازيد من 6 كيلومترات ذهبا وايابا تقطعه هذه البراءه مشيا على الاقدام. عندنا وليدات يقرا، وليدات صغار يقرا منا، يقرا في عموره، يقرا هنا بعيده شعر من كيلومتر، يروح يمشي. جينا بين الولايات صح، دوكا كي نروحوا حنا للمدرسه، نروحوا للبلديه، نقولوا تاع البراج نشكيو على النقل، تابع العين دفلة، كي نروحوا نسكيو يقول لك احنا ممنوع ماشي في السيكتور تاعنا. تروح فوالا، تروح لنا البلديه الوامري يقول لك حنايا ممنوع لنا ندخلوا للسيكتور عين دفلة. ساعه اللي نموتوا جو لنا، جو لنا ساعه نكونوا خلاص، ما تيجي بالك يحضر بالجنازه. مرورا بطرق وعرة ومسالك ترابية نصل لإحدى القرى النائية بقلب صحراء تمنراست. طقس حار وصمت رهيب يخيم على القرية، وجوه مستغربة لحلولنا بإتوكلان. كما راكم تشوفوا ما كان والو، ما كان شيء، كان عندنا المشكلة تاع بناء ريفي، يخرج لنا بناء ريفي بصح ما يخلوناش السلطات. يديروا لنا الإنارة ويديروا لنا مواصلات، خاطر ما عندناش زعما مواصلات، كي يمرض واحد والله حاجه، ونتمنوا منهم يديروا لنا يكول. السكان هنا يحاولون، ورغم ان النقائص كثيره، العيش، فاوجدوا منازل لهم بجريد النخيل، وانشاوا مدرسه لتلقين ابنائهم الاساسيات فقط. طرق مهترئة، برك في كل مكان، وأوحال تشوه المنطقة منذ سنوات، وضع أثر حتى على أصحاب حافلات نقل المسافرين، ويحدث هذا على مرأة المسؤولين. رانا نعانيو من الطريقة هذيا، رانا عانينا، تشري كار ب 450 مليون، رانا كل يوم في البياس، رانا ضرينا، شوفوا لينا يرحم والديكم، رانا ضرينا ياسر ياسر ياسر. الغاز يعقبوه لنا من 10 مترات ما يعطوناش الغاز، الوالين طلبوا منا يجي يشوفوا لنا، يشوفوا لنا الحاله دي تاع الغاز، ويشوفوا لنا الحاله تاع الخماج هذا اللي راه يروحنا الكوانين. ما زال مشكل النقل المدرسي مستمرا مع كل بدايه عام، والذي لم تجد له الجهات المعنيه حلولا تنهي معاناه التلاميذ واوليائهم. معاناه يوميه وصعوبات كبيره يعيشها تلاميذ المناطق النائيه الذين يتنقلون على متن جرارات أو عبر وسائل بدائية أو حتى الدواب. على مستوى قرية قريش محمد شميط بخرطوفة، أقدم العشرات من تلاميذ الطور المتوسط رفقة أوليائهم على غلق الطريق الوطني الرابط بين ولاية تيارت والرحوية بعد حادثة تعطل فرامل حافلة لنقل التلاميذ. قاعدين أيا جا كار ركبنا فيه، كركبنا هو على بالي شوي راح، حتى كار راح نص الشيرات كاع الناس بداو يقصوا برواحهم، كل ما شي طفل يعرف الفرانات وين ما نعرفوش احنا. وحنايا دروك أنا ما طالبش بنمير، أنا طالبت سيدي الوالي يحضر ويلبي جاهنا وما درنا والو، جاب لنا كار ما نقرطوه، حنا ما يخصناش، حنا يخصنا نقمض. هذا جابوا كار جديد هيكر، جابوه داروه لصحاب البلوطه، حنا رانا رايحين نقراو مانيش رايحين البلوطه، تفضل صحاب البلوطه على علينا. يعني اوضاع مزريه جدا، اوضاع جد مزريه، ما فيها نقل مدرسي، ما فيها طرقات، ما فيها غاز، شو هذا؟ شكون يقبل بهذا؟ ضربوك في 2020 مازلنا متمرمدين في الطريق. اي با الصباح جانا المير قالنا بلي انا غادي ندير لكم النقل المدرسي، غادي ندير لكم، كان والو، جي الصباح تقطع منا
تضربك الوطا مكان إنارة مكان حتى حاجة. همشونا همشونا الحشية شي تخلص بويا أنا ما عنده شهرية بيش خلص عليا كل يوم 5000 صباح 5000 حشية ما عنده شهرية يبقى على قلكم ديرونا حل يجي الوالي تتحل طرق ما يجيش الوالي السلام عليكم. الجزائر التي رأيناها هي جزء مؤلم من الحقيقة، لكن في المشهد العام نقاط مضيئة، فلا زالت بعض المدارس تحترم الشروط التعليمية، ولا زالت حافلات النقل المدرسي تأتي في مواعيدها. التدفئة موجودة والإطعام المدرسي الجيد موجود أيضا. عينة المناطق والولايات التي زارتها كاميراتنا كشفت لنا حقيقة وجود مواطنين من درجة ثانية وحتى ثالثة. الجمهورية الجديدة التي نصب إليها لا مكان فيها